تفضلي يا فاطمة. السلام عليكم. وعليك السلام. أنا سعيدة جدا أني كلمتك. يا مرحبا أختي، يا مرحبا. أنا أريد أسألك عن بر الوالدين. نعم. بس مش لأمي، لأبي. هي. أتمنى ما أطول، رح أختصر شوية. لا لا قولي، خذ راحتك. أنا تربيت مع أمي، ما نعم. تربيت مع أبي لظروف طلاق، وطلق أمي وأنا لسه في بطن أمي. نعم. عندها 6 شهور. بعد شهر اتحبس، اتحكم عليه بجريمة قتل 25 سنة. مين الوالد؟ الوالد. وانت كم كان عمرك؟ انا كنت في بطن امي لسه. بطن امك ها؟ هي طلقت عندها 6 شهور. نعم. في البطن. بعد شهر شهرين كده اتحبس. لا حول ولا قوة. انا بقى عشت مع امي وجدتي وخالي. نعم. اخوالي يعني. بس امي كانت بتوديني عنده بزوره، وبتوديني عند اهلي ابويا بزورهم، وعمامي وجدي وجدتي بس هم ما بيجوش عندي، هم بيسالوش عني. نعم. ابي معذور في السجن، مش مشكله، بس هم ما بيسالوش عني. كل مرة ماما بتيجي تاخدني يوم العيد كده، بتاخدني ما بيستقبلوهاش، بياخدوني أنا أقعد معهم شوية، وبعدين تيجي هي بعد 2 3 ساعات وتاخدني لغاية ما بقى في عمري 12 سنة. بقيت أنا محتاجة الأوراق، أنا كنت في سنة 5 ابتدائي، الناس بيعرفوني هناك، بيعرفوا قصة بابا وماما، ما سألوش على الأوراق في أول مرة لما دخلتني ماما المدرسة. بس لما وصلت سنة 5 ثانوي قالوا لها الملف ناقص، لابد ما تجيبي شهادة الزيادة. نعم. رحت لعند جدي وقلت له لي أنا ما عنديش الاسم وأنا لازم. ليه ما كان عندك اسم؟ لأن أبي ساعتها كان في سجن. نعم. ما بحطونيش في الحاله المدنيه، وجدي وجدتي اهل ابويا ما ساعدوش امي. نعم. لانه كانوا رافضينها هي، بس انا رحت في ذنب يعني ما اعرفش ليه. ها؟ نعم. وبعدين انا سالت ماما ليه انا ما حط اللي قالت لي ما في ظروف، ما قلت له رحت عندي جدي قلت له ليه ما حطيتونيش انا في الاسم؟ قال لي ما فيش مشكله حطك مع بناتي. قلت له ليه وماما؟ قال لي استني، لو مش عايزه استني لما يخرج ابوك بعد 25 سنه. لا حول. قلت له ليه؟ كده مستقبلي حيضيع. وضاع، هو لسه ما ضاع. بس قلت كده بهزه كده يعني عادي. زين شو الحل انت يا فاطمه؟ شو الحل؟ أنا رحت عند ماما قلت لها لازم تعملي حل. قالت لي أنا ما أقدرش أحطك في اسمي وأنت عندك أب، ما أقدرش، أخاف الله. نعم. خلاص ماما راحت، كانت إجازة، راحت فرنسا. أنا بألف أوراق كده رسائل، لقيت رسالة بترد على رسالة بتاعتي ماما بتطلب إنها عايزة الاسم من بابا، هو كان حيساعدها لو عمل ورقة من السجن، من الدهم، كتب ورقة من مديرية السجن كده كانوا حيساعدوني. بس هو جاوبها جواب مش معقول، جواب قال لها أنا مش عايزها قطعيها وكليها. نعم. كده أنا لقيت الورقة دي، كلمت ماما قلت لها أنا لقيت رئتي، لقيتها فين؟ أنا قطعتها. قلت لها أنا زين أختي، أنا الآن شو ما وظيفتي يعني أنت ماذا تعمل؟ بعد 25 سنة بابا خارج من السجن. لا شو تريد؟ يعني أنا عاوزة الأب ده إزاي أنا ربنا حيحاسبني عليه؟ أنا ما بروح له يا أختي، ما بشوفوش يا أختي، رغم إني ساعدته، أنا ساعدته يا أختي، يا أختي ساعدته. لو الأب أسقط حق الله فيك فلا تسقطي حق الله به. الله عز وجل أوصى الأبناء الآباء يوصيكم الله في أولادكم.
وأوصانا نحن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا، فلا يحق لنا أن نمارس العقوق بحجة تقصير الآباء. ما يوجد شيء يبيح العقوق في الإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. إذا كانوا على غير ملة الإسلام وأمرنا الله ببرهم والإحسان إليهم وصلتهم وأن نصاحبهم في الدنيا معروفة وهم على غير ملة الإسلام، بل أمرنا الله عز وجل إذا كانوا يدعوننا للكفر وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، قال بس، ما قال انهرهما ولم يقل اضربهما ولم يقل عنفهما، قال فلا تطعهما. فلا يوجد شيء يحل، فلا يوجد شيء يحل العقوق.